يا هلا فيكم. اليوم احنا في المراحل الاخيره لتجهيز جناحنا في جايتكس، ومتجهين للمعرض نشوف التجهيزات النهائيه. اول ما وصلنا طلبوا نلبس فيست السلامه لان لا زال المعرض في مرحله البناء. دخلنا المعرض وبدينا نسوي اختبارات للشاشات والمنتجات التقنيه. طيب ليش احنا موجودين في جايتكس؟ موجودين لنعرض اهم خدماتنا في مدن المستقبل، خاصه مع توجه الشركه في استهداف الاسواق العالميه وعرض تجاربنا وخبراتنا في هذه الاسواق. عشان كذا طوال فتره مشاركتنا بتشوفون زيارات من دول مختلفه ليتعرفون على خدماتنا، وممكن يكون بيننا تعاون لتطوير وتقديم الخدمات في الدوله نفسها. بنحاول وقت المعرض نعطيكم لمحه عن أبرز المنتجات اللي مشاركين فيها.